أعلنت شركة البترول الوطنية السيطرة الكاملة على حريق اندلع في وحدة إزالة الكبريت بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة. وأكدت الشركة أن عمليات الإنتاج والتصدير والإمداد المحلي بالمشتقات النفطية لم تتأثر نتيجة الحريق. أعلنت شركة البترول الوطنية السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في وحدة إزالة الكبريت والواقعة بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة، حيث تمكن فريق الإطفاء التابع للشركة مسنود بفريق من قوة الإطفاء العام في زمن قياسي من السيطرة على الحريق. بعد يعني مرور ساعة تم السيطرة على الحالة بالكامل، وحاليا ان شاء الله قاعدين نعد على امل لجنه فنيه تقوم ب يعني التحقيق في دواعي اللي خلت الحادث، خاصه التسريب الغاز والانفجار. لكن الحمد لله الاخوان يعني من 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 دوائر مختلفه، من التشغيل ومن الاجهزه ومن الاطفاء، يعني اشتغلوا بكفاءة عالية جدا واحترافية عالية، استطاعوا أن يحتوون هذا الحدث. الحريق أسفر عن إصابة عدد محدود من العاملين بحالات اختناق بسيطة نتيجة استنشاق الأبخرة المتصاعدة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم في الموقع، فيما تم نقل 2 من المصابين إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج وحالاتهم مطمئنة. وحدة الARD هي وحدة من الضغط العالي جدا وخطرة جدا، لكن الحمد لله الله لطف أن كان الانفجار محدود جدا والأضرار محدودة جدا، وهذا يعني بصراحة يدل على يعني إن شاء الله لطف من الله، وكذلك يعني اهتمام الإخوان في شركة بترول الوطنية لتقليل الأخطار والأضرار ناتجة عن أي حادث، وإحنا إن شاء الله يعني موجودين دائما. ونشكر كذلك الإخوان من الهيئات قوة الإطفاء اللي شاركتنا وساعدتنا في هذا الحريق، وكذلك من وزارة الصحة وشركة النفط وكثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية. هذا عمل وطني واجب علينا جميعا، والحمد لله بشركم تم الانتهاء والسيطرة على الوضع بالكامل. عمليات الإنتاج والتصدير والإمداد المحلي بالمشتقات النفطية لم تتأثر نتيجة هذا الحريق. والحويدر، تلفزيون دولة الكويت.